إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الشباب نقوم بالنزهة إلى الهدى والشعيبة، فيقوم أحدنا بإلقاء كلمة أو موعظة أو قراءة من كتاب عالم موثوق على شكل جدول فيما بيننا، لكل واحد موضوع. وسؤالي: هل فعلنا هذا يكون مخالفا لمنهج السلف الصالح؟ نرجو التوجيه. أولا، محلات اجتماعات الناس والنساء ومحلات الغفلة ما ينبغي للمسلم أن يروح لمها إلا إذا كان يدعو إلى الله، إذا كان يدعو إلى الله وينصح الناس ويتفقد أمور المسلمين، إذا كان وقع منكرات أو أشياء يبلغ عنها، هذا طيب. أما إنسان يروح يلهو مع الناس ويجلس مع الناس والناس يعملون أشياء منكرة في هذه الاجتماعات أو هذه السواحل أو فيها عري أو فيها سفور نساء، لا يجوز لكم أنكم تذهبون إليها. أنتم طلبة علم، أنتم قدوة، إلا في حالة واحدة: إذا كنتم تنكرون وتدعون إلى الله وتبلغون المسؤولين عما يحصل، هذا جيد وعمل صالح. أما الذهاب للترفيه عن النفس والجلوس مع الناس والعوائل وهم على هذه الأحوال، فلا يجوز لكم هذا، وأنتم قدوة وطلبة علم. وإذا بغيتم تقرون كتب ولا تعظون، روحوا للمساجد والمحلات العبادة أو في بيوتكم ومع عوائلكم. نعم.